ازيكم يا شباب؟ انا فتح عضلات، وحشتوني جدا، وانا متاكد يا جدعان ان وحشتكم قوي فيديوهات الاكل، وعشان كده انا رجعت النهارده لفيديوهات الاكل من جديد. النهارده بجرب مطعم بجربه لاول مره، وهو مطعم البجعه. المطعم اللي انا بجربه النهارده ده مطعم بتاع كله، يعني بيعمل مأكولات بحريه، وفي نفس الوقت بيعمل مشويات ولحوم وحاجات من دي، وفي نفس الوقت كافيه كمان، مطعم وكافيه، يعني بتاع كله، يعني شغال في كله. تمام، بس انا النهارده اخترت ان انا اجرب لكم وجبه بحريه، وممكن مره ثانيه اجرب لكم منه مشاوي ولحوم حاجات. تمام. طيب قبل ما نبدا الفيديو يا جدعان، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. اللي مش مشترك اشترك عشان ما يفتكش اي حاجه. بالنسبه للناس اللي بتحب ببجي موبايل، في عندي قناه اسمها هبات السفاح. القناه دي يا جدعان هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. عايزين نوصلها ل 50,000 مشترك في اسرع وقت. قناه بجد حلوه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. يا جماعه انا بجرب النهارده عرض اسمه عرض الملوك. عرض الملوك ده ثمنه 140 جنيه. عرض الملوك ده عباره عن ايه؟ عباره عن لوت رز سي فود، شوربه، 2 جمبري، 2 سيبيا، 2 كفته، ومعاها سلطات، وفي تحيه المطعم كابوريا مخليه. طبعا سالتهم هو السعر ده بيبقى شامل الضريبه ولا ايه؟ قالوا لي في حاله الاكل جوه المطعم بنزود 14% ضريبه، انما لو تيك اواي بقى والدليفري الحاجات ديت ده بيبقى من غير ال 14%. طبعا حلو الحاجات دي في حاله ان انا لو طلبت الاكل تيك اواي بجد فعلا بوفر مبلغ حلو يعني. وطبعا الدليفري كان ب 15، يعني الاكل ده عباره عن 140 و15 155. يلا بينا. طبعا بصوا ده شكل الشنطه بتاعتهم اهو، زي ما انتم شايفين مكتوب البجعه. طبعا جايب ازازه ميه مشفره عشان القعده تحلو. ايوه يا جدعان، عشان انا عايز امزجكم كده يا جدعان، عايزين نرجع بقى لفيديوهات المزاج بقى والشغل العالي. ايوه يا جدعان، عايزين نظبط كده. طب يا جدعان يلا نفتح الشنط ونشوف جواها ايه. طبعا اول حاجه دي يعني سلطه خضراء وطماطم وكده. انا طبعا ما بحبش الحاجات دي قوي. السلطات عندهم قالوا لي بيبقى ثلاث سلطات، في اساسي طحينه وبابا غنوج، والثالثه يا اما كافيار يا اما سلطه رنجه. انا طبعا اخترت سلطه رنجه لان ما بحبش الكافيار، بس في حاجه زعلتني ان ما عندهمش كول سلو. انا كان نفسي في كول سلو، هو لا ما عندناش كول سلو. طيب ده كده يعني من شكلها كده واضح ان دي البابا غنوج. الثانيه ديت الطحينه يا جماعه حلوه على فكره، عامله الطحينه تخينه مش بتلظ بسهوله. دي تقريبا ممكن تكون سلطه الرنجه. طبعا هو طبعا التفرقه بين سلطه الرنجه والبابا غنوج صعبه لان هما شكلهم شبه بعض قوي. اما نجرب بقى يا جدعان. ايه ده، الملوخيه دي انا كنتش كاتبين ان في ملوخيه. طب ما كويس. دي ملوخية جمبري، بس تحس كده الجمبري اللي فيها قليل شوية. نخش بقى في الأساسيات يا جدعان. طبعا ده عيش. طبعا ايه ده، ده عيش غريب. استنوا كده بصوا شكل العيش. ايه ده، عيش مراكب. بصوا شكل العيش عامل زي المركب، وحلو الصراحة. ده برنجان، ماليش في البرنجان أنا. عايزين نخش بقى يا جدعان على الأساسي، كنا عايزين نخش على المفيد. ده ايه بقى، إن شاء الله. ياه. اوه يا جماعة، اوه واو 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 واو، شكله رهيب والتنسيقة جامدة جدا. يعني هو طبعا سخن في ايدي، بس مش قوي، مش اللي هو سخن مولع نار يعني. طب ايه الجمدان ده، طب ايه، مش قلت لكم هيبقى في شغل عالي يا جدعان. طب ايه الجمدان ده يا جدعان، ركزوا كويس يا جدعان في الجمال والحلاوه دي يا جدعان. تمام. ايه تاني جوه؟ ده كده رز السيف. ده ايه بقى اللي معانا هنا ده؟ اخمن ده الشوربه. ده اكيد الشوربه، لان هي الاطباق دي هي في ايدي بتلظ. هي يا جدعان شوربه، يعني مش مستاهله تخمين، يعني هي واضحه. لا بس دي سخنه قوي بزياده، يعني سخنه بزياده عن الرز. طب طبيعتها يعني كشوربه اكيد هتبقى، مش عارف يا جماعه انا بقول بديهيات، يعني ما طبيعي ان دي تبقى سخنه بزياده. هي شوربه يا جدعان، يعني اكيد الشوربه هتبقى. يا لهوي بهدلنا الترابيزه. بصوا يا جدعان، بصوا طبعا دي شوربه مش مخليه، معاها الكابوريا بصوا زي ما هي. اوف سخنه سخنه جدا يا جماعه، تصدقوا. بصوا بصراحه شكلها، بصوا يا جدعان ملي عينكم يا جدعان من المنظر الجامد ده يا جدعان. انا بعشق حاجه اسمها شوربه سي فود يا جدعان. بصوا يا جدعان، بصوا الشكل الجامد، بصوا الجمدان يا جدعان، المنظر ملهلب يا جدعان. اوف ايه بقى اوهو يا جدعان، اوهو. ايه تاني نشوف.
ده بقى جواه ايه؟ اه بصوا بقى يا جماعه، ده طبعا اللوتا. ايه ده بس لوتا صغيره، بس انا اول مره اشوف لوتا في الحجم ده الصراحه. ودي الكفته يا سلام، ومحمرينها حلو. طبعا الجمبري هو في عواد، بس في حاجه يعني سمكاته كان بيعمل العواد ديت مقشره، مش انا اللي قشرها. فبصراحه لما بيبقى متقشر جاهز بيبقى ممتع اكتر، لان على طول بناكله بقى وهو في العود، بيبقى حاجه. طبعا بالنسبه للسيبيا، بصوا بيحطوا السيبيا الكامله، بيحطها زي ما هي كده، بيظبطوا ان يبقوا ايه سيبيتين صغيرين عشان يحطهم كاملين. وطبعا دي التحيه اللي هي الكابوريا المخليه. ايه ده يا جماعه كابوريا مخليه؟ انا اول مره اشوف كابوريا مخليه الصراحه، شكلها ايه ده؟ ايه ده؟ دي حته لوت تاني، حته ايه؟ طيب ايه؟ طيب ايه الكلام؟ طيب ايه الكلام؟ طيب يا سلام يا سلام. طبعا دي معلقه بلاستيك. طب بذمتكم يا جماعه المنظر الجامد ده يجيب كام لايك يا جدعان؟ حرام يا جدعان، والله يا حرام. يا شباب بقالي زمان زمان قوي 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 ما عملتلكوش فيديوهات الاكل اللي بتحبوها. لا ان شاء الله ابقى اكتر لكم منها يا جدعان، انا عارف ان انتوا بتحبوا الحاجات دي. بقول لكم ايه، طيب في حاجه بس كده زعلتني من بتاع الدليفري، هقول لكم عليها بس واحنا بناكل بقى عشان ما نضيعش وقت. تمام، نبدا بقى بالرز يا جدعان. ممتاز، الرز جميل مش مشطشط، والرز نفسه يا جماعه معمول بخلطه كده غريبه، حاسه مختلف. ده مش بيبقى رز بسمتي تقريبا، اصل ده بصوا يا جماعه رز حبيبات صغيره كده، بس الخلطه اللي فيه جامده قوي، بس ده مش رز بسمتي اعتقد. لا رز السي فود ما بيتعملش برز بسمتي، لا 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 بيتعمل بضحكاتي. لا بجد رز السفود تحفه، هو عباره عن جمبري وسيبيا ورز. ورز. طيب طيب انا عايز ادوق يا جماعه، نفسي ادوق الكابوريا المخليه الاول، لان انا اول مره اكل بصراحه عمري ما جربت كابوريا مخليه، عمري ما جربت كابوريا مخليه قبل كده. بس ايه ده، هي فوقها موتزاريلا ولا ايه؟ مش فاهم ايه اللي فوق ده يا جماعه. بشاميل ده ولا ايه؟ اكل كده واشوف. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ مبطرخه، ده مبطرخه من جوه. هي الحته اللي فوق دي فعلا طعمها زي ما تكون هي من جوه كابوريا. بس الطبقه اللي فوق اللي متحمره دي زي ما يكون محطوط فوقها طبقه حاجه، في حاجه كده، ما زي ما يكون في فوقها طبقه موتزاريلا. بس هي حلوه جميله، حلوه فكره الكابوريا المخليه، بس اعتقد بقى لو في كابوريا كبيره تبقى احلى بقى بكتير، الواحد يستمتع اكتر. ان دي كابوريا كده صغيره، فاللي هو ايه يعني ما فيهاش لحم كتير. وبصراحه يا جماعه عجباني جدا فكره ان هم يحطوا السبيايه كامله، هي صغيره بس فكره حلوه. السبيا هيتاخد على بق واحد اعتقد. صعبين عليا السبيا دي والله يا جدعان. على فكرة يا جماعة أنا بحب أوي الوجبات اللي هي الجاهزة، اللي هو عرض كذا، عرض الملوك، عرض البجرامي، زي مثلا سمكاته كان يعمل عرض البجرامي، أسماك سيتي بيعمل وجبات، وجبة اسمها أسماك 1، أسماك 2، أسماك 3، برضه فيش برضه نفس الكلام. أنا بحب الوجبة الجاهزة دي، بتبقى لذيذة، الوجبة دي بتبقى فكرتها حلوة إن هي مجمعة من حاجات كتير، بتعجبني الفكرة دي. الجمبري العود حلاوته انه يبقى متقشر جاهز عشان اكله على طول. هقول لكم بقى الحاجه اللي زعلتني من بتاع الدليفري ايه. حلو. ممكن ناكل كفته برضه. مش ايه ده كل ده يا جماعه؟ يا لهوي
انا خلصت كل ده وما خلتش ما غربتش السلطات خالص. الطحينه يا جدعان اللي انا بحبها يا جدعان، انا ما دقتش الطحينه خالص. حلوه على فكره وتخينه جدا. يا ترى بقى فين البابا غنوج وفين الرنجه؟ نشوف كده ديت، ندوق كده ده يا جدعان. دي رنجه، رنجه دي سلطه الرنجه، حتى فيها حدوقيه كده شويه. بس حلوه جميله. ان بطبيعه الرنجه لو تلاحظوا اللحم بتاعها بيبقى حادق. حلوه. ازاي الاكل الجامد ده ما يبقاش معاك كوليسترول يا جدعان؟ طيب نجرب دي بقى. المفروض البابا غنوج، لا قرروا سلطه الرنجه للاسف. هم قالوا لي اساسي بيبقى بابا غنوج وطحينه، والسلطه الثالثه انا اللي بختارها. طب ما انتوا ما حطيتوش البابا غنوج ليه مع ان هو حاجه اساسيه؟ الكفته روعه يا جماعه، روعه. متحمره من بره، تحميره حلوه قوي. نخش شويه على شوربه السيفود. وعلى فكره انا بحب شوربه السيفود المخليه اكتر، لان بتبقى بتتاكل كده على طول، مفيش بقى كابوريا لسه هتتقشر، ولا هقعد بقى اطلع بلح البحر، يعني بتبقى جاهزه تاكل على طول. بس هي الفكره، انا سالتهم يعني هي مخليه ولا لا، قالوا لي هي مش مخليه ولكن ممكن تبقى مخليه، بس هيزيد تقريبا، قالوا لي هيزيد 10 جنيه على سعر العرض. بس انا حبيت اجرب العرض زي ما هو بالظبط من غير ما اغير اي حاجه يعني. حلوه شوربه السيفود، جميله. الكابوريا بايشه بقى بتتاكل يعني، بصوا دايبه كده في البق عشان ايه وسط الشوربه بقى. ف حلوه، حلوه جدا. ممتازة. بلح البحر بقى، يا لهوي. ايه ده؟ أول مرة أفتح بلح بحر ألاقيه مليان لحم كده. أنا كنت دايما أفتح بلح البحر ده ألاقي فيه حاجة صغيرة كده. بصراحة يا جماعة الشوربة عظمة، وحاسس ان هم حاطين فيها سمك، لان في لحم طري كده عامل زي لحم السمك جوه، فحاسس ان هم حاطين فيها سمك. حلوة جدا. اشرب بقى شوية مية، عطشت يا جدعان، الاكل ده بيعطش. بطني اتملت كده، ممكن مقدرش اكمل الاكل. عايز ادوق برضو الملوخيه يا جماعه.
مية مية. الملوخية ممتازة. الحاجة بقى اللي زعلتني من بتاع الدليفري ايه؟ بصوا يا جدعان، طبعا المطعم كان قال لي ان الاكل هيوصل بعد ساعة، تمام؟ فاللي حصل ايه؟ ان بعد ساعة ببص في الموبايل اتلاقيت في مسدين من رقم غريب، فقلت ده اكيد بتاع الدليفري، بس مكتوب ان المسدين ايه؟ منذ لحظات. انا كنت اصلا واقف جنب الموبايل عشان مستني بتاع الدليفري يتصل، بس رحت اجيب حاجة وبعد كده رجعت تاني، يا دوبك مسافة ما رحت ورجعت اتلاقيت المسدين دول، وكان مكتوب لي حتى منذ لحظات، يعني اللي هو ما كان المسدين دول ما كانوش كملوا دقيقه حتى. فالمهم قمت اتصلت، اتلاقيته فعلا بتاع الدليفري، وقال لي بس معلش عشان انا كلمتك وانت ما ردتش، انا رحت اوصل اوردر كده بسرعه و10 دقايق كده وراجع لك. قلت خلاص استنى بقى وخلاص. قلت له ماشي مفيش مشكله. بعد ما قفلت قلت له طب هو ازاي يعني المكالمتين دول انا ما سمعتهمش ازاي؟ مش للدرجات دي، انا معلي نغمه الرنين على الاخر مش. فقلت ابص على سجل المكالمات، لقيت لك المكالمه الاولانيه 40 ثانيه والمكالمه الثانيه 3 ثواني. يعني انا اول مره ما ردتش، ثاني مره بترن عليا 3 ثواني وتقفل وتقول لي ان انا كلمتك مرتين. طب ما تكلمني مكالمه طويله. على فكره لو كان طول في المكالمه الثانيه انا كان اكيد كنت هسمعها، اكيد كنت هسمعها لان انا عامل نغمه الرنين عاليه جدا. فايه المكالمه 3 ثواني وبعد كده يقول لي انت ما ردتش فرحت اوصل الاوردر الثاني؟ لا مش كده. وبيقول لي معلش انا عملت كده عشان الاوردر انت عارف لازم اوصل الاوردر سخن. فبيقول لي طالما انت ما ردتش عليا قلت اشوف اوصل الاوردر ثاني على بال ما ترد عليا. فقلت له هو فين اللي انا ما ردتش؟ انت مكلمتني مكالمه 3 ثواني، انت بتكلمني 3 ثواني؟ بيقول لي مش عارف الشبكه ما جمعتش ومش عارف ايه. انا مالي بده كله بصراحه. الحركه دي استفزتني جدا. ليه؟ لان المفروض تاني مكالمة تبقى مدة طويلة وليك حق يا عم لو انا ما ردتش تاني مرة توصل اوردر تاني وبعدين تجيلي، لكن مش تكلمني تاني مرة 3 ثواني وتقول ده خلاص ده ما ردش اشوف حد تاني على بال ما يرد. لا لما انت تتأخر عليا تلت ساعة. على فكرة انا كده الاوردر وصلني بعد ساعة ونص، هيتأخر على بال ما رجع لي تلت ساعة. فبصراحة انا زعلت جدا من الحركة دي. انا ما جربتش اهم حاجة اللي هي السمك. انتوا متخيلين يا جماعة انا كل ده عمال اجرب في الوجبه كلها واهم حاجه السمك ما جربتوش خالص. حلو على فكره. انتوا عارفين طبعا يا جماعه انا من عشاق اللوت. بس بجد فعلا يا جماعه انا بحب الوجبات الجاهزه دي اللي هو العروض ديت، لان بتتاح لك انك تجرب حاجات كتير قوي من غير ما تطلب كل حاجه منفصله. يعني شوفوا وجبه واحده فيها لوت، فيها جمبري، فيها سيبيا، فيها كفته جمبري، فيها رز، فيها هو في حاجات بتبقى بكميات قليله ولكن انت بتجرب حاجات كتير في الوجبه. وعلى فكره الوجبه تشبع، يعني انا بدات اشبع وانا لسه مخلصتش اصلا. ايوه انا لسه بصوا سمكيه كامله ما اكلتهاش ولسه نص الرز ولسه الملوخية والحاجات كتير لسه مخلصتهاش وبدأت أشبع. فوجبة حلوة يعني. اللوت جميل. أنا بعشق يا جماعة اللوت عشان اللحم بتاعه بيبقى تخين قوي.
لا بجد فعلا يا جماعه الاكل يشبع قوي، انا مش قادر اكمل. انا كان لسه لي بقيت الرز وبقيت الملوخيه، مش قادر خالص اكملهم. فعلا وجبه دسمه وتشبع قوي. رايي في الوجبه ورايي عامه في التجربه بتاعت النهارده بصراحه، لا بجد مطعم جامد، الاكل حلو جدا. هو الاكل طبعا ما فيش اي حاجه سبايسي، تمام زي الفل. الاعتراض اللي عندي اول نقطه اللي هي بتاعت النقطه بتاعت الدليفري دي، زعلتني جدا. حاجه كمان ما عجبتنيش، هم كرروا سلطه الرنجه مرتين. النقطه الثالثه اللي ما عجبتنيش هي ان الجمبري اللي عواد حلاوته بتبقى ان هو يبقى متقشر جاهز عشان يتاكل على طول، مش لسه هنقشر بقى وبتاع. بس لكن كل الحاجات الباقيه بقى عجبتني وكله تمام يعني. والمطعم الاكل بتاعه حلو جدا، انا اتمزجت بصراحه من التجربه بتاعت النهارده، وان شاء الله اجربه لكم تاني. بس ممكن مره تانيه بقى اجربه لكم زي ما بقول لكم في وجبه مشويات او لحوم او كده يعني. الشوربه كانت حلوه جدا، والملوخيه حلوه جدا، واللوت والجمبري والسيبيه والكابوريا المخليه الرز، كل حاجه تمام يعني زي الفل. هو بس التعليقات النقط اللي قلت لكم عليها دي. نقطه الاسعار انا ما بعرفش اقيمها قوي. نقطه الاسعار بتحتاج يعني عشان اقدر اقيم الاسعار هل عاليه ولا قليله ولا معقوله، دي بتحتاج ان انا اكون جربت نفس الوجبه دي بالظبط من مطاعم تانية. بس كده يا جدعان الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى باللايك والشير والحاجات الحلوه دي يا جدعان. سلام. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances.